أهلا بكم. صندوق النقد الدولي يرحب بالانتعاش الاقتصادي في العراق وانخفاض التضخم إلى 4%، ولكن بالوقت ذاته يدعو الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على نمو فاتورة الرواتب بالقطاع العام. تأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه البلاد إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية والأوضاع السياسية الداخلية. أيضاً يعتبر قطاع الرواتب في العراق واحداً من أكبر مجالات الإنفاق الحكومي، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة ويحد من القدرة على تخصيص الموارد لتنمية القطاعات الحيوية الأخرى. كيف ممكن أن تؤثر فاتورة الرواتب المرتفعة على الاقتصاد العراقي بشكل عام؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة للسيطرة على نمو الرواتب في القطاع العام؟ كل هذه المحاور وغيرها راح نناقشها بملفنا الأول بحلقة اليوم. أهلا بكم.